بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الخاصية الأخرى من خصائص البوينت استيميشن اللي هي بعنوان الكونسيستنسي اللي هي ترجمتها الاتساق. طيب يقول لك بشكل عام أنا لو أبغى أشوف هل الاستيميتور هذا تمام الاستيميتور تمام المقرب هذا والمقدر اللي هي ثيتا داش ان اقدر اقول عن اقول عنه هو كونسيستنت تمام اذا طبقت عليه متباين تسمى تشيبيشيف. اوكي المتباين هذه بشكل عام لاحظ معي يقول لك البروبابيلتي لي الابسولوت فاليو لي ثيتا هات او ثيتا داش سموه ناقصا ثيتا اكبر من او يساوي ابسلون تمام حلو واقول عنه واقل واقفل القوس واقول اقل من يساوي الفيرينس للثيتا هات على ابسلون تربيع. طيب لاحظ انه في في في, في الصيغه الثيتا هات هي الاستيميتور المقدر والثيتا هذه هي البارامتر المعلمه اوكي والابسلون هو العدد اللي الابسلون عارفينه. طيب هنا بيقول لك انا ممكن بعد ما اجيب اطبق تشيبيشيف انيكواليتي هذه بعدين اركب ليميت للطرفين. اوكي اذا كانت قيمه جواب الليميت لما الان جوز انفينيتي الجواب يساوي صفر تمام انا افضل نستخدم هذه الحاله عندي راح اقول انه ايش هذه تمام الثيتا هات تمام المقدر هذا هو مقدر متسق consistent estimator. اوكي consistent estimator. طيب تعالوا ناخذ مثال المثال هنا طبعا هنا برضو بيعلمنا على حاجة يقول لك ايش انا مرات ما اقدر استخدم المتباينة هذه فايش بكل بساطة اذا انا تحقق عندي شرطين اذا كان عندي الاستيميتور ام بايست هذه كيف كنا نجيبها لما ناخذ الاكسبكتد للثيتا هات اطلع ثيتا فاقول عنه ايش ان بايست استيميتور تمام واذا كان قيمة الليمت الفيرينس للمقدر هذا يساوي صفر فراح اقول عنه ايش هذا انه ايش ثيتا هات هي مقدر متسق للثيتا او للمعلمة ثيتا او البارامتر ثيتا. اوكي هذا بشكل عام. طيب تعالوا ايش نمسح هنا ونحل شوفوا كيف نحل باستخدام تشيبيشيف ثيوريم. خلينا نمسح كل الكلام ذا ونبدا ايش نطبق نفس اللي في المثال. يلا بسم الله. هنا في المثال يقول لي example 5.5.1 افترض ان عندي x1 لحد x n be a random sample okay with true mean mu okay and infinite variance then the sample mean x bar is consistent estimator of population mean mu. يعني بكل بساطة يقول لك أثبت أن الX بار هو إيش consistent هو مقدر estimator هو مقدر estimator متسق للباراميتر ميو باستخدام تشيبيشيف inequality. أوكي الخطوات سهلة وبسيطة لاحظوا معايا خطوة رقم واحد أنا ممكن أحلها بطريقة دي بس بحلها بالطريقة الطويلة بحلها بالطريقة إيش العادية. خطوة رقم واحد لاحظ معايا تقول for all epsilon أكبر من صفر طبق تشيبيشيف inequality دخل الكلام ده يلا هتقول probability بعدين للابسوليوت فاليو الان لاحظوا معايا احنا عندنا
لاحظوا معايا هنا كان ثيتا هات، هنا حيكون اكس بار ناقصا ميو ابسولوت فاليو، اقول اكبر من او يساوي ابسلون، قفل قوس وعلى طول المتباين اقل من او يساوي فوق حيكون عندك لاحظ معايا الفيريانس للاكس بار على سيجما او ايش ابسلون تربيع. حلو، واضح ان شاء الله، واضح الكلام اللي هنا. طبعا هنا قلنا دائما الهات هي ايش، هي المقدر، فانا عندي الان اللي بقدره اللي المقدر عندي ايش هو الاكس بار اوكي، والباراميتر اللي انا اللي بوصل له هو ايش الميو. حلو، طيب الان لاحظ معايا، لاحظ معايا كيف ححل. راح اعوض عن قيمه الفيريانس، كيف اجيب قيمه الفيريانس هذه اوكي؟ الفيريانس شرحته انا في الفيديو السابق كيف جبنا الفيريانس حق الاكس بار، تذكر على طول خلاص روح شوف كيف جبتها. الفيريانس الاكس بار هو عباره عن سيجما، هو عباره عن سيجما تربيع على ان، تذكر هذا الكلام. طيب تعال عوض هنا، هذا الكلام يساوي نزل الكلام اللي في اليسار زي ما هو، probability ل x بار ناقص ميو قيمة مطلقة هذه ابسلون وليس ثلاثة، أكبر من أو يساوي ابسلون، وتقول أقل من أو يساوي، عوض بالفيريانس اللي هو سيجما تربيع على n على ابسلون تربيع. نعرف إنه مقام المقام البسط ينزل مقام، فصار عندك هذا الكلام يساوي، دقيقة بس الخطوة هذه واضحة هنا، لاحظ الخطوة اللي بعد راح أقول احتمال هذا كلام ينزل إكس بار ناقصا ميو أكبر من أو يساوي إبسلون، قفل القوس، أقل من أو يساوي مقام البسط ينزل مقام، فصار عندك هنا سيجما تربيع على إبسلون تربيع إن. حلو، الخطوة اللي بعدها بعد ما أنا أسوي الكلام ده أخذ الليميت للطرفين، اخذ الليمت للطرفين، فاقول ليمت سيبك من حل الكتاب، ليمت لما الان جوز تو انفينيتي الكلام ده اللي في اليسار ابسولوت فاليو اكس بار ناقص ميو اكبر من يساوي ابسلون اقل من او يساوي، ركب ليمت، ليمت لما الان جوز تو انفينيتي اوكي لي سيجما تربيع على ابسلون تربيع ان. حلو، لما اخذت الليمت للطرفين لاحظ معايا الطرف اليسار انا ابغى اعوض بينه، الطرف اليسار ما في بو حاجه اوكي اوكي، الطرف اليسار ما في بو حاجه، يعني ما في ان انا اعوض بايش، فاقول لك اذا لاحظ اقول لك انه ليمت لما الان جوز تو انفينيتي لي بروبابيلتي اوكي الاكس بار ناقصا ميو أكبر من أو يساوي إبسلون، لما تيجي تعوض في الطرف اليمين بقيمة الإن بما لا نهاية، طبعا ما السيجما ما لها دخل والإبسلون تربيع ما له دخل، أنت تعوض اعتبرها ثوابت، تعوض بالإن، يعني كأنك بتقول عدد على ما لا نهاية، نعرف إنه عدد ما لا يساوي صفر، إذا الطرف اليمين يساوي صفر، خلاص أثبتنا هذا الكلام، أوكي؟ لاحظوا معايا أثبتنا هذا الكلام. إذا بما أنه طلع عندي جواب الليمت يساوي صفر، إذا نقول لك إذا الإكس بار إز كونسيستنت أوكي إكس كونسيستنت تمام إستيميتور لي إيش الميو فور ميو. بس هذه خطوات طويلة، خطوات أسهل لاحظ معايا عشان تتذكروا، ممكن تكون خطوات أسهل بشكل أسرع، عشان كلام ده مصعب، هاي لاحظوا معايا، تتذكروا أنتوا لو تتذكروا معايا، إحنا في شيء أخذناه اللي هو لاحظوا معايا، لو قال لي السؤال random sample with true mean and finite variance، فأنا ممكن أقول لك لاحظ معايا، أنا ممكن أقول لك إنه الإكس هذه تتوزع normal
بي الميو والسيجما تربيع. اوكي، وهذا مكتوب على شكل الاكس هذا تتوزع نورمال للميو. الفيريانس ايش اقول لك؟ هي عباره عن ايش؟ هذه مو السيجما هي فير. طيب الفيريانس حق ايش؟ حق الاكس بار هي عباره عن ايش؟ سيجما تربيع على ان. مظبوط. اذا انا اقول لك اذا الفيريانس من هنا، هذا الفيريانس، الفيريانس لي الاكس بار يساوي سيجما تربيع على ان. الخطوه اللي بعدها انا جبت الفيريانس فاركب الليمت، ليمت لما الان جوز تو انفينيتي لي سيجما تربيع على ان. السيجما تربيع ما دخلت كونستانت، كان بقول لك عدد على ما لا نهايه الجواب يساوي صفر. اذا اثبت انه الاكس بار هي كونسيس استيميتر فور ان. واضح؟ اعيدها كيف؟ لاحظ معايا الان فكرك التالي. انا قال لي انا عندي التوزيع هذا توزع بالميو ايش؟ لاحظ معايا ميو. طيب الفيريانس لاحظ معايا وقال لك انه السامبل من اكس بار هو كونسيستنت للميو، الميو المتوسط. طيب انا دام انه ما قال لي شيء، انا افرض انه هو يتوزع توزيع نورمال ب المين وايش والفيريانس. طيب الفيريانس هنا بما انه انا بتكلم على متوزع توسيط العينات فهو عباره عن سيجما تربيع على ان. اوكي خلاص انا جبتها من هنا من الكلام ده، اقول لك اركب ليميت لها. هو قال لك في العلاقه هنا اذا ركبت ليميت، لاحظوا معايا، اذا ركبت ليميت تمام لي ال 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 للمعلمه اللي عندك اللي هنا او سوري للمقدر هو الاكس بار، اذا هو الفيرينس يعني اجي واركب ليميت لو بين جوست في طلع الجواب عندي يساوي صفر، اقول لك اذا ايش الاكس بار هي كونسيستنت استيميتور. بس واضح خطوتين، يا تحلها بتشيب تشيب او تحلها بالطريقه هذه، انت مخير. اتس اب تو يو، اتس اب تو يو. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. طيب هنا بيقول لك خطوات. طيب السؤال هنا، السؤال هل انا دائما احل بمتباينة تشيبشيف؟ لا، لانها طويلة وصعبة ومرات ممكن ايش تعك معاك في الحل. اوكي تعك معاك في الحل. فانا لما بتثبت انه الاكس بار مثلا ايش استيميتور كونسيستنت للبارامتر ميو باستخدام تشيبشيف انيكواليتي شوية صعبة، فايش في طريقة اسهل. يقول لك لاحظ معايا، انا اثبت، ممكن اثبت انه اي 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 مثلا اللي هو اي استيميتور هو مقدر متسق بخطوتين. لاحظ معايا بخطوتين، خطوات ايش؟ التاكد من الكونسيستنسي ايش اللي هي الاتساق. سيبوكم من المثال، ولاحظ معايا يقول لك خطوه رقم واحد، هي جيب لي تاكد انه الاستيميتور هذا هو انبايس. كيف كنا نجيب الانبايس؟ الغير متحيز. اركب الاكسبكتيشن للثيتا هات، لازم يطلع معايا ثيتا. اذا طلع الكلام هذا معناته تحقق الشرط الاول انبايس. حلو واضح. خطوه رقم اثنين، اجيب الفيريانس اوكي للثيتا هات. حلو، بعدين نعم دقيقة شوية صديقي، بعدين حلو اركب ليميت تمام للفيريانس لما ال n goes to infinity. مظبوط. اذا طلع الجواب، لاحظ معي، طلع الجواب يساوي صفر، اذا راح اقول لك ايش؟ انه الاستيميتور هذا ايش هو؟ هو متسق كونسيستنت ومقدر متسق. واضح؟ خطوتين، ثلاثة خطوات تقدر تقولها. طيب تعال ناخذ اكزامبل 5.5.2. قال لك طبعا فقرة ايه بس بيمو معاكم، قال لي تظن عندي اكس واحد اكس ان هي راندوم سامبل فروم نورمال ديستريبيوشن ميو ان سيجما سكوير بوبيليشن. طيب
أثبت أنه السامبل فاريانس متوسط العينة الاستربيع هو consistent، هو مقدر متسق للسيجما تربيع. يعني بكل بساطة أثبت أن تباين العينة هو مقدر متسق لتباين المجتمع. طيب لو بتحلها بالشف مرة حيكون طويل. خطوات الحل كالتالي: طبق هذا البروسيجر. خطوة رقم واحد، لاحظ معايا، هتجيب لاحظ تجيب تحدد، هل لاحظ معايا اللي هو الاستربيع، اوكي لاحظ معايا الاستربيع هل هو unbiased or biased. كيف تجيب واحد تقول اي اس تربيع، لازم اثبت انه ايش هو يساوي ايش تباين المجتمع. لازم اثبت ان التوقع، تمام، التوقع لتباين العينه يساوي ايش تباين المجتمع. اذا اثبته حيكون unbiased. الشرط الاول، اوكي الشرط الاول. طيب كيف نجيبه؟ لاحظ معايا هذا، لاحظوا معايا هذا سبق وانا ايش جبناه، ارجعوا للدرس السابق كيف جبنا الاكسبكتيشن للاستربيع معايا سيجما تربيع. روح شوفوا كيف كنا ندخل عليه الاكس بار وما يطلع معايا سيجما تربيع، روحوا شوفوا، فما راح اعيد الكلام ده. طيب خطوه رقم 2، لاحظ معايا الان ابى اذكرك بحاجه. شوف هنا دام انه هو قال لك نورمال وما حدد لك، انا ممكن اقول لك اوكي، ممكن اقول لك انه هذا يتوزع توزيع كاي سكوير بشكل عام. اقدر اقول لك يتوزع توزيع كاي سكوير، واذكرك ب لاحظ معايا في الكاي سكوير عندي شيء اسمه ديجري اوف فريدم، ان ناقص واحد او ان، فانا غالبا استخدم ان ناقص واحد عشان ايش ابدا استفيد منه ان ناقص واحد في الحلول عندي هنا. فهذا نوت، لاحظ انه الفيريانس، تمام، لاحظوا معايا في الكاي سكوير يساوي ها، اذا انا اخذت الديجري اوف فريدم ان ناقص واحد يصير عندك 2 في ان ناقص واحد، تذكر اوكي. ايضا تذكر هذه المعلومه، الفيريانس ل اكس حيث ان اللي هو كونستانت، ايش يصير؟ اقول هو عباره عن اي تربيع في الفيريانس تبع هذا ايش المتغير. واضح؟ هذا تذكر وسبق برضو شرحته في الفيديو السابق. طيب انا لاحظ معايا، انا الان خطوه رقم 2 بجيب الفيريانس، لاحظ معايا لي اللي هو الاس تربيع. طيب انا حاجه اقول لك، اذكرك كمان انه في توزيع كاي سكوير الفيريانس هو عبارة عن ان ناقص واحد في اس تربيع على سيجما تربيع، اوكي هذا الفيريانس في توزيع كاي مربع كاي. طيب تعال هنا، انا الان ابغى اثبت انه الفيريانس للاس تربيع ايش يساوي من هذه العلاقة. الفيريانس يساوي 2 ان ناقص 1، حلو، بس بدلت الاكس باس تربيع، لازم يساوي 2 ان ناقص 1. كيف سكتت هذه العلاقه يا مصعب من هذه العلاقه فوق؟ طيب خطوه اللي بعدها، الان استبدل، لاحظ معايا استبدل الطرف اليسار، اقول لك الفيريانس اوكي افتح قوس في مربع كاي الفيريانس يعطى بهذه العلاقة، اكتبها ان ناقص واحد مضروبة في الاس تربيع على سيجما تربيع يساوي الطرف اليمين، هو لاحظوا معي الطرف اليمين هذا هنا فوق، انا حاطه لي بسهم بلون اصفر هنا، شوفوا 2 ان ناقص واحد يساوي 2 ان ناقص واحد. فهمت ايش بسوي انا؟ اعيد الان، الفيريانس من 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 من, من توزيع مربع كاي، الفيريانس يساوي 2 ان ناقص 1. انا عندي الان هنا بدال اكس اس تربيع سويتها ب 2 ان ناقص 1،
طيب اي بقول لك فيريانس هي الاستر بي حكم مكانها المعادله المكافئه للفيريانس في مربع كيلو عباره عن ان ناقص واحد استر بي على سيجما تربيع كتبتها يساوي الطرف اليمين عباره عن ايش هذا المقدار 2 ناقص 1. واضح ان شاء الله هنا الامور واضحه. طيب لاحظ معي انا الان بتكلم على ايش، انا بتكلم انا الان كل شغلي على الاستر بي، يعني كان الاكس الاستر بي هذه كان اكس وما عداها ركز معايا ما عداها يعتبر كونستنت، فراح استخدم لاحظ معايا هذه العلاقه احطها بلون رصاصي، الفيرنس للثابت مضروب في اكس، الثابت طلعه واربعه وادخل الفيرنس على ايش على الباقي. يعني ايش يا مصعب؟ هي لاحظ معايا ان ناقص واحد على سيجما تربيع هذا يعتبر كونستنت كانه ايه، فراح اطلعه برا الفيرينس وارفع له اثنين. فاهمين ايش بيسوي انا يا جماعه الخير؟ لاحظ معايا القوس هذا وهذا يؤدي الى ان ناقص واحد ربعته والسيجما ايضا انا ما دخل بالسيجما انا كل شغلي على الاستربيع، السيجما هي تربيع وتربع يصير سيجما وتربع. حلو، بقي عندي ايش دخلت الفيرينس جوا هنا ضرب الفيرينس، بقي عندي ايش الاس تربيع دخلت الفيرينس على الاس تربيع. حلو، وطرف اليمين يساوي 2 ان ناقص واحد. فاهمين سويت كيف سويت الكلام ده بهذه العلاقه اللي باللون الرصاصي، اعتبار ان ناقص واحد على سيجما تربيع هو كونس لان انا بشتغل على الاس تربيع. حلو، انا طرفين في وسطين لاحظوا معايا سوي هنا طرفين في وسطين. حلو، يلا شوفوا راح اضرب التالي، اضرب سيجما او سيجما وسربعة مع هذا المقدار فيطلع عندي في الطرف اليمين 2 في ان ناقص واحد نحط لون احمر 2 في ان ناقص واحد سيجما وسربعة وطرف اليسار عندكم ان ناقص واحد تربيع في الفيريانس استربيع فيريانس استربيع. لاحظ معي انا كل شغلي ابغى الفيريانس تبع الاستربيع، فانا ايش اسوي؟ اتخلص من ان ناقص واحد هنا فاقسم في الطرفين على ان ناقص واحد تربيع، اقسم الطرف الاخر على ان ناقص واحد تربيع. حلو مظبوط، فلاحظ معي ايش صار، لاحظ معي راحت ان ناقص واحد تربيع ان ناقص واحد تربيع راح قوس من هنا مع قوس من هنا، بقي عندي الفيريانس في الطرف اليسار الاس تربيع يساوي 2 سيجما اس 4 على ان ناقص 1. اوكي طيب واضح هنا، هنا الامور واضحه الان، هذا هو الفيريانس 2 سيجما اس 4 على ان ناقص 1. حلو خلاص، الآن لاحظ معايا أجيب هذا الفيريانس أركب ليميت له، ليميت للفيريانس اللي هو اس ربيع لما ال ان جوز تو انفينيتي مباشرة، خلاص هذا يؤدي إلى ليميت لما ال ان جوز تو انفينيتي الكلام ده 2 سيجما أس 4 على ان ناقص 1. طبعا اللي في البسط 2 سيجما أس 4 اعتبر كونستنت عدد، أعوض فقط على ان في المقام يساوي كأنك بتقول عدد على ما لا نهاية ناقص واحد في البسط يعطيك عدد ما لا نهاية ناقص يعطيك ما لا نهاية وعدد على ما لا نهاية يساوي صفر. حلو، إذا طبقت الشرطين جبت أثبت إنه الـ E إس تربيع يساوي سيجما تربيع جبناه من الدرس السابق. تمام، بعدين الفيريانس أجيب الفيريانس. حلو، بعدين أركب ليميت لو أجيب ليميت الفيريانس يطلع قيمة الليميت للفيريانس يساوي صفر، راح أقول لك إذا سو الاس تربيع از كونسيستنت هو مقدر متسق. تمام، استيميتور فور ايش هو قال لك هنا فور فور سيجما تربيع. بس اثبتنا، واضح الخطوات يا جماعة الخير، ركزوا في الخطوات لا تقلقوا، فقط ايش شوفوا انا ايش بسوي ان شاء الله ما تضيعوا ابدا. طيب
هنا بعده ما في شيء فقرة بيتوقع خلاص. نجي لآخر جزئية اللي هي الإفشنسي، ترجمتها الكفاءة. الكفاءة أنا بدور شيء الأفضل بكل بساطة. يقول لك عشان أنا أقدر أقول عن أن عندي two estimator unbiased estimator theta one hat و theta two hat، شرطه شوف عشان تطبق الكفاءة لابد أن تثبت إنها unbiased. يعني قبل ما تحل تجيب الإفشنسي لازم تجيب الإي للثيتا 1 هات لازم تساوي ثيتا، لازم تجيب الاي للثيتا 2 هات لازم تساوي ثيتا، نفس خطوات الانبياس. اذا جبتهم خش في الايش، حلو، خش في ايش، في العلاقه هذه. لاحظوا في فيرس، فلا راح تجيب الفيرينس كمان للاول وتجيب الفيرس للثاني حسب اللي عملت للثالث رابع حد معطيك اياه، بعدين تقسم حسب ما يعطيك في السؤال. لاحظ معي يقول لك اذا انا عندي ثيتا 1 هات او داش زائد ثيتا 2 هات او داش ار ان بايز استيميتر فور ثيتا. طيب هذا الشرط لازم يكون متحقق عشان اجيب الكفاءه. الافشنسي حق ثيتا 1 هات ريليتيف تو ثيتا 2 هات نعطي بالعلاقه التاليه. لاحظ معي ترتيب مهم، هو يقول لك حد لك في السؤال ايه يعني افشنسي ثيتا 1 هات ثيتا 2 هات، تقسم الفيرنس على الفيرنس. لاحظ معي تقسم دائما الثاني على الاول، يعني مثلا قلت لك ثيتا هات 5 فاصلة ثيتا هات 6 وانا ابغى ايش الافشنسي، حيكون فيريانس على فيريانس، تباين على تباين، الثاني على الاول. ثيتا هات 6 على ثيتا 5 ثيتا هات 5، واضح معنا خير، الثاني على الاول دايم. طيب لما انا اقسم الكلام ده حيطلع معايا قيمه اما تكون اكبر من الواحد او اقل من الواحد. لاحظ معايا اما تكون قيمه اكبر من الواحد او اقل من الواحد. اذا طلع قيمه الريشيو هذا ما نقسم الفيريانس على الفيريانس طلع قيمته اقل من الواحد، تمام، فانا عندي لاحظ معايا راح اقول لك انه الثيتا الثانيه او الثيتا هات هنا الثانيه هذه هي اكثر كفاءه من الاولى. لو طلعت القيمة حق الفيرينس هذه أكبر من الواحد راح أقول لك إنه الثيتا أو المعلم أو الاستيميتر الأول هذا أكثر كفاءة من الثاني، أوكي؟ أقل الثاني كفاءة أكثر كفاءة، أكبر من الواحد الأول هو أكثر كفاءة من الثاني، واضح إن شاء الله؟ طيب لاحظ معايا هنا إيش مكتوب هنا؟ ما عليكم منه. طيب خطوات إيجاد الإفشنسي، خطوة رقم واحد لازم أحدد الاستيميتر اللي عندي هذه هي unbiased. قلنا هذه عبارة عن تدخل التوقع، لازم يطلع نفس إيش البارامتر الأصلي لكل واحدة. خطوة رقم اثنين أجيب الفيريانس لكل إيش لكل استيميتر. خطوة رقم ثلاثة أطبق العلاقة هذه حسب ما يعطيني إياها، ثيتا 1 هات ثيتا 2 هات الفيريانس الثاني على الأول، بعدين اشوف هي اقل من الواحد الاكبر من الواحد زي ما اتفقت قبل شويه قلنا ايش يطلع معايا. طيب شوفوا هذا المثال، بالمثال نختم به هذا الدرس، 1 2 3. طيب يلا مثال جميل يعني اعتبره شامل، نمسح كل الكلام ذا. بسم الله يلا لاحظ معايا، شوف برضو نمسح الكلام ده عشان ايش ما نبدأ نشوف الجاي، حل نحل مرة واحدة واقول لكم ايش يعني الشغل كله اغلبه رياضيات توحيد مقامات، بس الفكرة تفهم ايش المطلوب منك طبق الخطوات، بعدين بعد الكلام ده كله انت ايش تبدأ تشتغل وتشوف ايش اللي لك وايش اللي عليك وتقارن وبس منك خطوات. يلا بسم الله نبدأ. هنا قال لي لاحظ معايا انا عندي اكس 1 اكس ان والان اكبر من 3 هي راندوم سامبل فروم بوبوليشن، اوكي هي عينه، تمام عينه تمام عشوائيه من البوبوليشن وذ ترو مين ميو والفيرينس سيجما تربيع. شوف من يوم ما تشوف الجمله هذه على طول تعرف انه الاكسبكتيشن للاكس سواء كان اكس او اكس اي هو يساوي الميو. طيب
قال لك انا عندي ثلاثة مقدرات الميو، ثيتا 1 هات وثيتا 2 هات او داش سمي ما تسميها، ثيتا 3 هات تساوي اكس بار. طيب ابغى مطلوبين اثبت ان كل واحدة من هذه الاستيميتر ان بايست، يعني تقول اكسبكتيشن الاول واكسبكتيشن للثاني واكسبكتيشن للثالث شوف يطلع معك، لازم يطلع معك ايش ميو. فقرة بي قال لك جيب لي الريلاتيف افشنسي بين ثيتا 2 ثيتا 1 ثيتا 3 ثيتا 1 ثيتا 3 ثيتا 2، وبعدين شوف لي ايش من كل في كل حالة مين اكثر كفاءة. اوكي نبدأ الحل بالخطوات. طبعا في الاختبار لازم تجيب الايش عدم التحيز الايش الانبياس، فاعتبره ايش لازم تحله. يلا كيف نحله؟ يلا خطوة رقم واحد، خطوة رقم واحد قال اثبت لي ان انبياس. كيف نجيب انبياس؟ لا انا عندي 3 سيميتر ادخل ايش التوقع لها، فجاء اقول لك لاحظ معايا اقول لك اي للثيتا 1 هات. اوكي كيف احله؟ واحد على ثلاثة، وين السؤال؟ واحد على ثلاثة ودخل التوقع على الاكس واحد زائدا التوقع على الاكس تو زائدا التوقع على الاكس ثري. قل التوقع على الاكس هنا هو ميو، فخلاص تستبدل وتقول واحد على ثلاثة توقع على الاكس واحد ميو، زائد توقع على الاكس اثنين ميو، زائد توقع على الاكس ثلاثة ميو، جمع ثلاثة ميو على ثلاثة طلع معايا الجواب يساوي ميو. إذن أوكي الأول المقدر الأول هو unbiased غير متحيز. طيب الآن المعادلة الثانية الـ E expectation الـ E theta 2 هات. المعادلة خلينا نمسح هذه خلاص هذه واضحة، المعادلة الثانية هذه يلا يساوي شوفوا شو أسوي. أقول واحد على ثمانية لما تدخل الاكسبكتيشن على الاكس واحد صار عندك ميو، خلينا كده سريعين بس نفهم الفكره، زايده لاحظ معايا ثلاثة على أربعة ان ناقص اثنين. لاحظ معايا الفكره هنا، هنا لما تيجي تشوف القوس هذا اللي هنا اكس 2 زايدا زايدا الى اكس ان ناقص واحد. طيب كيف اجيب لا 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 لا. لما دخل التوقع على اكس 2 الى اكس ان ناقص ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه انا لو بحسب المتوسط للكلام ده المجموع العبارات من اكس 2 الى اكس ان ناقص واحد، انا دائما لاحظ معايا في 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 العينات في الاحصاء الكبير من البوبوليشن يكون في قيم ايش يعني تنحرف عن ايش مجموع القيم، مثلا تكون عندي قيمه جدا كبيره قيمه جدا صغيره، فانا لاحظ معايا انا بدات باكس 2 ونهيت باكس ان ناقص واحد، معناته ايش؟ معناته انا عندي دائما لو ابغى اجيب المتوسط تمام، واحنا قلنا انا كاني بجيب المتوسط في هذه الحاله القيمه الاولى والاخيره ما ابغاها، قيمه اولى واخيره عندي قيمتين يعني ان واطرح منها اثنين، هذه اضربها جنب هذا الجنب ايش القوس هذا. اعيد انا هنا الجمله هذه اكس 2 زائد نقاط 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 اكس ان ناقص واحد، معناته انا كانه هنا بجيب المتوسط لهذه اللي ايش مجموعه من القيم، لكن انا بطير انا في النهايه لانه انا عندي البوبوليشن جدا كبير ما ممكن ما يستوعب العقل، فبيكون عندي قيم ايش شاذة، فالقيم الشاذة هذه احنا بشكل عام يقولك نطير القيمة الأولى والقيمة الثانية. القيمة الأولى والثانية أنا أقولك إن بما إن طير قيمتها أقولك إن ناقص اثنين، فأخذ إن ناقص اثنين هذه وأضربها جنب القوس اللي هنا، ثم لما أدخل التوقع للإكس 2 للإكس ناقص واحد يصير لك ميو. حلو زايدا الرقم هذا ينزل واحد على ثمانية لما تدخل التوقع الاكس ان يعطيك ميو برضو ميو. حلو حتروح ان ناقص اثنين مع ان ناقص اثنين مظبوط، حيصير عندك هنا يساوي واحد على ثمانية ميو زايدا ثلاثة على اربعة مضروبة في الميو هذه زايدا واحد على ثمانية مضروبة في الميو. طيب ايش تسوي؟ واحد مقامات نضرب هنا في اثنين اضرب هنا في اثنين، حيصير عندك واحد على ثمانية ميو زايدا ستة اوكي
على 8 ميو زائدا 1 على 8 ميو. اجمع البص مع البص مع البص، 1 زائدا 6 زائدا 1 يعطيك كم؟ 8 ميو على 8، تروح 8 مع 8 إذا صار عندك الجواب يساوي ميو. إذا أنا كده إيش أثبت؟ إنه الثيتا 2 هات هي unbiased للشيش الميو. أوكي؟ طيب باقي الأخير، الأخير قال لك واضح إنه الثيتا 3 هات يساوي إكس بار. أوكي؟ برضو أقول لك التوقع للثيتا 3 هات أو داش هو عبارة عن التوقع ليش؟ للإكس بار. توقع الإكس بار قلنا هو يساوي الميو، إذن يساوي هنا الميو، انتهى خلاص. حلو؟ طيب أثبت إنه إيش؟ الثري الثري استيميتر هي أنبياس، كلها طلعت ميو ميو ميو. حلو؟ نجي الآن للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها نجيب الفيريانس، أنا عندي ثلاث خطوة عشان إيش؟ عشان إيش؟ أشوف الإفشنسي. لاحظ معايا، هذه واضحة خلاص، نمسح هذه. الآن نجي الآن نجيب الفيريانس. هي لاحظ معايا، خلينا نمسح هنا، هذا خلاص نحن جبنا أثبتنا الأنبياس، هذه أنت تجيبها في الاختبار. لاحظ معايا الآن عشان أكمل وأجيب الإفشنسي لازم أجيب الفيريانس، ثلاث خطوات. ها كيف أجيب الفيريانس؟ هو الفقرة الأولى كأنها مكررة من إيش؟ الفقرة اللي أنا أخذت اللي حليناها في السابق. لاحظ معايا الآن أبغى الخطوة اللي بعدها، خطوة رقم 2، أجيب الفيريانس للإستيميتر الأول والإستيميتر الثاني والإستيميتر الثالث. يلا أقول الفيريانس للثيتا 1 داش أو هات يساوي، لاحظ معايا احنا قلنا اذكرك الفيريانس كان عندك A في X، حيث ان A هو عدد كونستنت، هذا يخرج من جوا الفيريانس بتربيع A تربيع في الفيريانس الاكس هذه. حلو؟ طيب واحنا قلنا الفيريانس للاكس بار في التامبل مين يساوي ايش؟ سيجما تربيع. واضح ان شاء الله؟ لا تنسى الكلام ده، اثبتناه كمان في السابق. حلو؟ فانت خلاص حتقول اذا الفيريانس، لاحظ معايا اعتبر انه هذا، اعتبر انه هذا A وهذا كامل هو X، فايش يسوي؟ الفيريانس الاول تربع ال A تربيع الواحد بواحد تربيع الثلاثة تسعة. حلو؟ طيب الفيريانس لما ندخل على، لاحظ معايا الفيريانس لما ندخل على X واحد يعطيني سيجما، نقفل باخذ مشترك سيجما تربيع، لما ندخل على X اثنين يعطينا سيجما تربيع، بيدخل على اكس 3 يعطينا سيجما تربيع، فيريانس الاكس بار يساوي سيجما تربيع. حلو؟ جمع 1 زائد 2 1 زائد 1 زائد يعطيك كم؟ 3 سيجما تربيع على 9، قسم على 3 يعطيك 1 سيجما تربيع في البص، 9 على 3 يعطيك كم؟ ايش؟ 3. واضح هذه؟ طيب هذه الان الفيريانس حق الثيتا 1 هات، اجيب الفيريانس حق الثيتا 2 هذا بنفس الطريقة. لاحظ معايا امسح هذه خلاص. حلو؟ لاحظ معايا عندي هنا 1 على 8 اكس، وعندك هذا. حلو؟ عندك ذا. يلا واحدة واحدة، هذا كون ستتربع يصير عندك 1 على 64، لما يدخل الفيريانس على الاكس بار او الاكس يعطينا سيجما تربيع. حلو؟ زايد ربع العدد ده كونستنت. حلو؟ ركز معايا، وإن ناقص 2 برضو يعتبر كونستنت، هذا كله كونستنت. تربع الثلاثة وتربع الأربعة وتربع القوس، تربيع الثلاثة كم؟ 9 على تربيع الأربعة 16 ضرب القوس كان أس 1 أس 2. حلو؟ هذا لما يدخل فيرينس على X2 إلى Xn هو يطلع مع سيجما تربيع خلاص كلها. حلو؟ سيجما مضروبة هنا في ايش؟ في سيجما تربيع. زايدا هذا لو يدخل على الفيريانس العدد يتربع 1 على 64 سيجما تربيع. واضح كيف حلينا هذه؟ لاحظ معايا ممكن اخذ اجمع، لاحظ معايا 1 على 64 سيجما 1 على 64 سيجما لان المقامات محرفة، فصار عندك 2 سيجما تربيع على 64 زائدا هذا المقدار 9 سيجما تربيع على 16 في ان ناقص 2
اوكي. وكان في حاجه نسيتها كمان معلش، هنا هنا هذا ما ننسى في الضرب، هنا الضرب هذا نضرب دائما ان ناقص 2 في سيجما تربيع زائدا 1 على 64 سيجما تربيع، هذا ما ننسى دائما نضرب فيه. اوكي حيروح واحد هنا واحد من هنا، صرنا كنا في المقام ان ناقص 2 حلو سيجما تربيع خلاص. الان لحظه بسط كمان، قسم على 2 فيها 1، قسم 64 على 2 كم فيها 32. لاحظ معايا كمان انا ممكن اوحد مقامات، كيف اوحد مقامات هنا؟ لاحظ معايا اضرب، لاحظ معايا اضرب الكسر الاول تمام في ان ناقص 2، واضرب الكسر الثاني في 2، بس صنع مقاما اوكي. يلا لما اضرب الكسر الاول وعند 1 على 2 اضرب في ان ناقص 2، هذا هذا الناقص، فصار عندك يساوي سيجما، لاحظ معايا سيجما تربيع في ان ناقص 2 على 32، وضربت بصل مقاما في ان ناقص 2 حلو، زائد لما تضرب القوس الثاني في 2 او هذا الحد الثاني في 2، 2 كم يعطيك 18 سيجما تربيع على 32 ان ناقص 2 حلو. لاحظ معايا انا ممكن اسحب السيجما، لاحظوا معايا ممكن اسحب السيجما، شوفوا ممكن اسحب السيجما مشترك، السيجما مشترك حلو، اسحب السيجما مشترك فيطلع معايا، لاحظ معايا في هنا في القوس الاول في الحد الاول ان ناقص مو المقامات موحده، خلاص اكتبهم زائدا 18 على 32 في ان ناقص 2، وسحبت السيجما تربيع مشترك. فمين سويت انا؟ سحبت السيجما تربيع، سيجما تربيع بقى عندي ان ناقص 2 زائد 18 المقام واحد يكون مقامهم واحد. ببسط 18 ناقص 2 يعطيك كم؟ 16. فصير عندك ها لاحظ معايا يطلع معاك ان زائدا سالب 2 زائد 18 يعطيك زائدا 16 على ها 32 ان ناقص 2 حلو. خلاص هي القوس اضرب في سيجما تربيع حلو. هذا هو ايش؟ هذا الفيرينس لثيتا 2، هذا هو الفيرينس للثيتا 2 هات. ابى اجيب الفيرينس للثيتا 3 هات، الفيرينس للثيتا 3 هات. لاحظ معايا هنا حيدخل الفيروس الاكس بار يعطينا سيجما تربيع، بس انتهى واضح. سيجما تربيع ها شوفوا في 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 الحد الاخير الفيروس الثيتا تربيع هو يساوي الفيرينس للاكس بار، والاكس بار الفيروس حقه قلنا ايش تحفظه؟ تحفظه حفظه، هو عباره عن ايش؟ ها هو عبارة عن ايش؟ سيجما، هو سيجما تربيع صح، لكن انا عندي هنا زي انا عندي ايش؟ مجموعة من الان، فاهمين الفكرة؟ مجموعة من الان، فأنا أقول فيرينس للثيتا تربيع هو يساوي الفيرينس للتوقع الأول أو للإكسبار، عبارة عن سيجما تربيع على ان. واضح يا جماعة الخير؟ واضح؟ ليش قسمت على ان؟ لأنه أنا عندي هنا أنا بحسب الإكس هذه المجموعة من الإن، ما أعرف إيش هي الإن، تنتهي ما نفعش فقسم على إن. واضح ما تخرج مو واضح؟ وأساسا لو تروح أنت الفيرينس أوكي للإكس بار عبارة عن سيجما تربيع على إن، واضح؟ كيف جات؟ أذكرك بيها، أقول لك الفيرينس للإكس بار يساوي سميشن إكس أي على إن حلو، دخل فيريانس اوكي فيصير يساوي فيريانس لي سميشن اكس اي على ان، طلع الواحد لين كونستنت برا الفيريانس عندك واحد على ان. لاحظ معايا الفيريانس لما نخش على السميشن يصير مكانه ان، ضرب الفيريانس حق الاكس اي
ركز مع حق الاكس يعطينا سيجما تربيع. اوكي سيجما تربيع على ايش؟ على الان. حلو، فتروح الان مع الاصابه سيجما تربيع. واضح يا جماعه الخير؟ طيب هذه فقط استرجاع للمعلومات يعني. طيب خلاص قلنا هنا الفيرينس الاكس والاكس بار يساوي سيجما تربيع. الان لاحظ معانا عندي 3 فيرينس. شو اسوي؟ لاحظ الان مطلوب الثالث، قال لي جيب لي الافشنسي لثيتا. هنا هنا كتب ثيتا 2، هنا المفروض اقول لك ثيتا 1 ثيتا 2، انه في الحل عكسها. ايش اسوي؟ لاحظ معايا خلاص هذه واضحه، امسح هذا عشان بس خلاص احفظ القيم هذه وهي مذكوره. خلاص سيجما تربيع على ان، وهذا الفيرس حق الثيتا 2 هات، والفيرس حق ايش؟ الثيتا 1 اللي هي ايش؟ كم طلعت؟ ثيتا كانت قيمة طلعتها لي كم؟ زي ما مذكور عندكم هنا كم طلعتها انا؟ خلاص انا طلعتها اللي هي ما يحتاج نرجع اكتبها المرة خلاص عشان لا اطول في الحل، عشان انتم فاهمين ايش قصدي. اوكي؟ طلعت ثيتا تربيع على 3 الأولى. اوكي؟ تعال حطها كده على جنب عشان تتذكر. الفيرينس ثيتا 1 هات يساوي سيجما تربيع على 3، والفيرينس حق الثيتا 2 هات طلع هذا الكلام الكبير هذا ان زائد 16 على 32 في ان ناقص 2 مضروبة في السيجما تربيع، والفيرينس حق الثيتا 3 هات طلع معايا كم؟ سيجما تربيع على ان. واضح؟ اعيد في حاجة انا قلتها. الفيرينس لاحظ معايا الفيرينس كيف طلع معايا سيجما تربيع على ان؟ لاحظ معايا لما انا اقول لك الفيرينس الاكس بار هو عبارة عن فيرينس سميشن اكس اي على ان، واحد على ان هذا مو هو كونستنت، لما يخرج برا الفيرينس يكون بالتربيع صح؟ عندك واحد على ان تربيع سميشن اكس اي، الفيرينس لما يدخل على 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 السميشن يصير زي كذا يساوي واحد على ان تربيع، مظبوط؟ فيرينس لما نخش على على ال 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 اكس اي هذه لاحظوا معايا حيعطيك ايش؟ سيجما تربيع. عشان كذا طلع معايا الجواب سيجما تربيع. واضح يا جماعة الخير؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ طيب خلاص انا لما جيت اخذت الثري فيرس هذه الان اقسم. هو قال لك في الاولى لاحظوا معايا في الاولى قال لي ثيتا 1 جيب لي ثيتا 1 ثيتا هات 2 قسم الفيرس الثاني على الاولى. كيف طلع الكلام ده؟ تعال يلا يساوي الثيتا الفيرس حق ثيتا 2 هي عباره عن سيجما تربيع في ان زائد 16 حلو مقسومه على 32 في ان ناقص 2. تلاحظ انه حتى الفيرس حق ثيتا 1 فيها كسر، كسر قسمة كسر بكل بساطة، القسمة تحول لضرب وسقلب الكسرة الثانية، الكسرة الثانية عبارة عن ايش؟ سيجما تربيع على 3 فاق اللي وصل لك 3 على سيجما تربيع. حتروح السيجما تربيع مع سيجما تربيع بقي عندي 3 في ان زائد 16 على 32 في ان ناقص 2. الآن لاحظ معي هو في السؤال هو قال لك الان أكبر من 3 صح؟ خذ مثلا 4، خذ أي رقم أكبر من 3 مثلا، خذ مثلا إن يساوي 4، خذ 4 ذي عوض بها في البسط في المقام. أوكي؟ عوض بها في البسط في المقام حيطلع معاك الجواب أقل من الواحد. إذا كان أقل من الواحد إيش قلنا؟ ها راح آخذ راح أقول المورفيشنس هو إيش؟ السيميتر الثاني. أنا لما جيت كنت الآن هنا أنا كنت بجيب الإفشنسي للثيتا 1 هات وثيتا 2 هات،
طلع معايا لما جبتهم طلع معايا أقل من الواحد، معناته الثيتا تو هات هو أكثر كفاءة من إيش؟ من الثيتا ون هات. واضح؟ بنفس الطريقة الآن أشوف المطلوب الثاني، قال أجيب لي الإفشنسي بين الثيتا ثري هات ثيتا إيش؟ ون هات. قسم الفيرس حقه على الفيرس حقه، لاحظ معايا سيجما تربيع على ثلاثة القسمة تحول لضرب، وهنا ينقلب N على سيجما تربع، راحة السيجما مع السيجما عندك N على ثلاثة، خذ الN أربعة، أربعة على ثلاثة يطلع معك رقم أكبر من الواحد، إن أكبر من الواحد معناته إيش؟ آه قلنا إذا كان أكبر من الواحد معناته اللي كتب لك الأول هنا هو إيش أكثر كفاءة. وكيف تقول إذا عندك ثيتا 3 is more efficient من ذن ثيتا 1؟ المطلوب الثالث جيب لي إفشنسي ثيتا 3 ثيتا 1 ثيتا 3 ثيتا 2، قسم الفيرس حق ثيتا 2 على الفيرس حق ثيتا ايش 3. لاحظ معايا اول شيء كيف تبسط الكلام ده، يساوي عندك الفيرس حق ثيتا 2 هي عباره عن ان زائد 16 اوكي على 32 فان ناقص 2 سيجما تربيع، صح؟ مقسومة على، نحط لون ثاني، مقسومة على الفيرس حق الثيتا 3 عبارة عن سيجما تربيع على ان. لاحظ معايا كسر قسمة كسر، اول شيء الكسر اول ده انزل زي ما هو ان زائدا 16 اوكي على 32 ان ناقص 2 ضرب، فانا في برضو عندكم سيجما هنا ما تنسوا سيجما تربيع، والقسمة تحول لضرب، والكسرة الثانية شقلبه ان على سيجما تربيع، راحت السيجما تربيع مع سيجما تربيع، اضرب الان في الان يعطيك ان تربيع زائدا، اضرب الان في 16 زائدا 16 ان على المقام اللي هو 32 في ان ناقص 2. انا اعوض بقيمة ان اكبر من 3، هو قال لك في السؤال ان اكبر من حقوق اعوض 4، لما تعوض ب 4 يطلع معاك، لاحظ معايا الجواب مكان ان يطلع قيمة اكبر من الواحد، معنى قيمة اكبر من الواحد اوكي معناته ايش؟ معناته الثيتا 2 هات اوكي هنا عندك ال 3 هنا قال لك الجواب اكبر من الواحد، قلنا اذا كان اكبر من واحد معناته الاول المكتوب الاول هو ايش؟ هو اكثر كفاءة، فتقول الثيتا 3 هات هي اكثر كفاءة من الثيتا 1 هات، بس انتهى الحل. واضح؟ خطوات ركزوا فيها وبالتوفيق.